التعيين ديال السي حسن مبارك اليوم بعد الثقه المولويه الغاليه اللي حظى بها في المجلس الوزاري الاخير اللي انعقد الاسبوع الماضي. السي حسن مبارك هو كفاءه وطنيه عاليه، كفاءه وطنيه كبيره، عنده امكانيات ومؤهلات كبيره، سواء الاكاديميه او خلال المسار ديالو المهني اللي راكمه في المؤسسات اللي اشتغل فيها، واللي هي ساهمت بشكل كبير خلال المراحل السابقه في تطوير المنظومه ديال الحمايه الاجتماعيه والسياسات العموميه في مجال الحمايه الاجتماعيه عموما. وبالتالي انا كنظن ان السي حسن مبارك اليوم بالنظر للرهانات الكبرى اليوم اللي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسه استراتيجيه في بلدنا، كنظن غيأدي الواجب ديالو والدور اللي مطلوب من هاد المؤسسه ويقوم به احسن قيام، وهذا مهم جدا. اليوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محط اعين الجميع، كلشي كيشوف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار المشروع الملكي الكبير ديال الحمايه الاجتماعيه اللي غيشكل ثوره اجتماعيه حقيقيه، ثوره حقيقيه غيعرفها المجال ديال الحمايه الاجتماعيه في بلادنا من هنا لخمس سنين، بحيث غيبدا المحور الاول المتعلق بتعميم التغطيه الصحيه لجميع المغاربه باضافه 22 مليون مغربي اضافي للفئات اللي كتستافد اليوم. بالاضافه هذا غيستمر خلال سنتي 2021 و2022، بالاضافه طبعا الى المحور الثاني المتعلق بتعميم التعويضات العائليه على جميع ابناء المغاربه، هذا سنه 23 و24، وفي السنه الاخيره سنه 25 غيكون الموضوع ديال تعميم التقاعد على جميع المغاربه المشتغلين، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل على جميع المغاربه اللي عندهم عمل قار واللي كيفقدوا العمل ديالهم في الفتره ديال مباشره بعد فقدانهم لعملهم. وبالتالي هذه محاور كبرى ان شاء الله الى بلادنا، ان شاء الله استطعنا ننجحوا فيها من هنا لخمس سنوات، غيكون عند بلادنا وجه، غتكون عندها في المجال ديال الحمايه الاجتماعيه وجه حقيقي. وبالتالي لما قال البالغ الديوان الملكي بان الامر يتعلق بثوره حقيقيه، ثوره اجتماعيه حقيقيه، فهي كذلك ان بحيث غتوفر حدود الدنيا ديال العيش الكريم للمغاربه من خلال التعويضات اللي غيطلقوها، وحمايه وكرامه لجميع المغاربه من خلال حمايتهم اجتماعيا في عدة مستويات ديال العمر ديالهم، من الطفولة إلى الفترة ديال العمل إلى الـ إلى الـ إلى الشيخوخة. وهذا أنا كنظن أنه مهم جدا. إلى رجعتوا للمقتضيات ديال قانون الإطار اللي نزلات التعليمات الملكية في الخطابات الأخيرة ديال صاحب الجلالة، غتلقاو فعلا الأمر يتعلق بالتزامات قانونية واضحة للدولة متعلقة بتوقيت زمني، يعني واضح ما تمه سنة 2025 إن شاء الله. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.